انا حبيت اليوم نمد نبذه موضوعيه على هيكله دائره الاستعلامات والامن لو دايرس، لكن باش نفهموا وش هو لو دايرس نرجعوا شويه للور. ما نشحن نرجعوا للمالك مي نرجعوا لا دي سي اس ام. شكون بابي باش نخربش فيه سكان دي بابي نعطيهم لكم فما ماشي بابي سي دي تريك. من بعد كاين دي يوتيوبر قاعدين يخدموا سو لي فيديو تاعي يصاوبوهم يدبروا يسمى. نرجعوا لا دي سي اس ام 5 اكتوبر 1988 لك حل عياط باتران لا دي سي اس ام ديريكسيون سنترال لا سيكوريتي ميليتير المديريه المركزيه لامن الجيش صح. صارت احداث اكتوبر 88 بيان سور اللي جات على اساس داير كانت بروفوكي بيسك الرئيس الجمهوريه الشادلي قال للشعب الجزائري التوانسة زادوا لهم فرنك في الخبز قلبوا الدنيا وانتم ساكتين. بو هادو نقدروا نرجعوا لهم بعد في تحقيقات وديتيلاكس ولحقوا لوناكو هذاك الوقت ولي ديفيرونط اوفيس بور كريي اون كريز فوالا. الدباب ما تسمعوا لهمش يا جماعه مانيش عندي الوقت باش نحيهم اليوم شويه ان بو فاتيغي مي جي برومي دو فار سو لايف جو لو في. Et merci à M. Ahmed Bouakaz et merci à Sialy les Rahmana. Je leur donne la parole. Donc, octobre 88, c'est pas un gars de service. Le client, Kasdimerbah, c'est un gars de service, l'homme de confiance de Boumdin, etc. compagnie. Mais tout le monde, bien sûr, était sous l'autorité de l'Aqdam al-Bayda, c'est les pieds blancs. D'ailleurs, on le voit, même Merbah, le pouvoir, qui peut être le chef du pouvoir. Nahar Galoulou, tous les premiers wazirs Zera'a, ou là, ou... ومن بعد طيشوه للسبور ولا ما على باليش المهم باش تفهموا بلي الجزائر ماشي حاكمينها ولادها هادو بكل شنابط عند المستعمر كيما يقول لهم يديروا. الثوره تاع 54 ما نجحتش سيتي ان فياسكو ان فلوب. براف نولي لي سيرفيس سكري. اولا ما كانش دوله في العالم ما عندهاش دي سيرفيس سكري وما كانش دوله تعيش سون سيرفيس سكري. كيما نقولوا حنا هو نظام المناعة نتاع أي بلاد سي لو سكون أبل لو سيستيم إيمونيتير دو تو باي. 88 كانت لا دي سي اس ام. لا دي سي اس ام كانت الغولة من وقت بومدين سيتي لوغر. لوغر كي ديسيدي دو تو كونترولي تو ايتي بارتو. لو ديرني كونغري تاع لافالان نعطيكم ان اكزومبل جا شادلي الكلب تاع شادلي الله يرحم منه حضم قالهم تشكيو من لا سيكوريتي ميليتار نحينا لكم لا سيكوريتي ميليتار اي باراي لا بريفونسيون ايكونوميك. هز غلاب تغلق عليه الدومين. براف واش صرا لا دي سي اس ام كي ايتي ان اورغان سنترال دونك او اون افي لو كونتر اسبيوناج المضاد للجوساسه المدنيه المضاد للجوساسه العسكريه الاستخبارات المدنيه الاستخبارات العسكرية الاستخبارات الاقتصادية جهاز التحليل للصحافة والميديا ناسيونو وانترناسيونو سكون ابل السي سي دي وقت دايرات من بعد. المهم جاو قسموا ربها دونك دان كوتي راحت لدي سياسة لطا ماجور. انا نهضر لكم هذه في 89 يا جماعة اسمعوا مليحة باش تشوفوا باللي 89 ودرك كيف كيف دي سي اس ا اللي هي لا ديريكسيون سنترال دو سيكوريتي د لارمي تبعت لي طا ماجور وخلقوا دي جي بي اس ولا دي جي دي اس اني الناس يوم فيها وحده منهم ومن بعد وحده منهم تحولت للاخرى حكمها بالتشين. دي سي اس ا حكمها هذاك الوقت لو جينيرال العميد ماشي اللواء العميد بالعملي محمد الياس زغلول مجاهد وليد سيرفيس قاري كان حاكم لا دي سي اس بتين حكم هذه جديده لا دي جي بي اس
la délégation pour la prévention et sécurité. Voilà, DGPS, voilà, délégation pour la prévention et la sécurité. Tufik وين كان؟ Tufik ما كانش. جابوا بالخير حطوا في الرئاسة. Comme étant conseiller à la sécurité nationale. صح. بعد بتشين bien sûr qui tang parce que بتشين tang. بتشين c'est un vrai artilleur. عسكري تاع الصح. قيادي تاع الصح في الميدان نتاع لارتيري لارميتار اكسترا. بصح في مجال المخابرات بغل كيفو كيف الكحلايات اللي قبلو. دونك فاسيل تحشيلو. المهم لا دي سي اس ام تقسمت. بصح كي قسموا لا دي سي اس ام كونت ايزون ديفيزي لا دي سي اس ام ولا ديسلوكي لا دي سي اس ام ولا ديزورغانيزي لا دي سي اس ام هذاك الوقت ما حاوزوش الاطارات بقاو نفس الاطارات طرف تبع لا دي جي بي اس طرف قعد في لا اس ا ما عليناش بعد بيان سور صارت سكون ابل توجور اون ريفاليتي دو سيرفيس داير نعطيكم مثلا لو 11 سبتمبر في الامريكان كي تشوفوا درك التقارير يقول لهم بلي لي زاتونتا دو 11 سبتمبر في الامريكان باسكو يافي سكون ابل اون ريفاليتي دو سيرفيس انتر لا سي اي لو اف بي اي لو ان اس اي اكسترا يا با دو كورديناسيون ريال كي بوفي بيرميتر لو ريكوبمون دو لانفورماسيون لا ترانسفورمون اون رونسينمون اي ريوسير مانيش حنحي الكلاب هادو اللي قاعدين يجوزوا واحد يقول لي هاني كان البيره شربها انت ويماك البيره تاع ديك لوشاريا بغل انا نشرب توسكي ما نقولكش ما باسكو ما تفهمش بون في المرحله هذيك حبيت ندير نبذه تاريخيه بيان سور في هذيك الفتره اللي كانت اجهزه المخابرات مدقدقه ومتقسمه صارت عمليه سياسية لفتح المجال للإرهاب السياسي الإسلاموي وكذلك للتعددية الحزبية المهم بعد هنا تم تحويل اللواء بالعملي محمد الياس زغلول على زغلول باس كان كي كان في الكونت عمل لاج في الحدود على الإبوك il était dans le malg كان من الناس اللي متشبعين بالفرق تاع زغلول باشا تاع مصر من الناحيه السياسيه ما علينا هزوا زغلول لانه اولا انسان قاري انسان كما يقول الخوانجيه ما شاء الله مما شاء الله تاع الصح صافي دير ما نقدرش نشكر حاجة فريمون مضيفة اللي هو زغلول ربي يرحمه داير توفى درنيرمون ولحقته الزوجة تاعو درنيرمون قدمت التعازي تاعي الحارة لعائلة بالعمري زغلول على بالهم باللي توفيق ما يقدرش يحكم فيه دونك زغلول حولوه من لا ديريكسيون سنترال دو لا سيكوريتي دو لارمي حولوه لو ديريكتور دو شيفر دو لا بريزيدونس الشفرة تاع رئاسة الجمهورية مدير عام الشفرة تاع رئاسة الجمهورية وهذا نقطة مهمة باش من بعد كي ندخلوا في الشفرة تفهموا شي هو الشفرة والله لو سيرفيس دو شيف وجابوا توفيق على رأس المديرية المركزية لأمن الجيش بيان سور لازم نفهموا حاجة أكبر مديرية في جهاز المخابرات الجزائري منذ خلق الجزائر هي المديرية المركزية لأمن الجيش لأنه حتى في التقسيم نتاعها هي اللي ورثت البلوك سي في وزارة الدفاع ما عليناش حكمها توفيق بيان سور بار لابويتا بالخير كل موند سي كو بالخير هو اللي صوفا توفيق من حكاية ليبيا كي ولا من ليبيا يقول لي لونفايو جيني المهم
سي توفيق نعرفوا حوايج بزاف، درنا بحث كبير. دونك التوفيق مع الاحداث اكسترا اكسترا بيان سير بتين بغل خاطيه المخابرات لازم يصوتي دركا يفو دي جون كي كونيس لي سيرفيس سيكري اي بيس رياجير باسكو كان مخطط من قبل. ما نحكيوش على السياسه نحكيو غير المخابرات. صوتا بتين جا توفيق سي كوا لو بلوك سي سي ان باتيمون باسكو لي باتيمون في الدفاع مسيو هواري امين سي ا بي سي تاك 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 بوم. توفيق واش دار؟ عاود لم المخابرات، دخل الدي جي دي اس لا دي سي اس، عاود رجع لا دي سي اس ام لا ديريكسيون سنترال دو لا سيكوريتي دو لارمي تحت سميه جديده وسمها لو ديبارتمون رونسينيومون اي سيكوريتي. توفيق ما حارتلوش هذاك الوقت، علاش؟ لانه نفس الاطارات اللي يعرفها حتى بالاسم وبالكفاءات لقاها شي مطايش في لا دي جي دي اس شي مطايش في لا اس ا كي لما بيان سير عنده نفس الاطارات